أول الرائد بما أنك على يميني يقول في أي فصل من فصول السنة يفيض نهر النيل؟ الصيف، الشتاء، الخريف. يفيض نهر النيل يعني يفيض. السؤال أنا أتوقع أنه في فصل الشتاء. إجابة نهائية؟ والله إن شاء الله نعتمد بإذن الله، اعتماد على الله وإن شاء الله. طيب ألف ألف مبروك، إجابة خاطئة. أدري. إلى فريق عبد الرحمن الظهري. تعوض أسلوب العوض. طيب يا عبد الرحمن، السؤال الأول عندك، سلام، اللي هو يقول أيهما أطول، الأمعاء الغليظة أم الأمعاء الدقيقة؟ بدون خيارات. أمعاء الغليظة؟ إي أنا خيرتك بين ثنتين، الأمعاء الغليظة أم الأمعاء الدقيقة؟ الأطول. الغليظة. إجابة نهائية؟ نهائية. ألف مبروك، إجابة خاطئة. عوضنا الله يا الربع، عوضنا الله. طيب الجولة الأولى انتهت بالتعادل لك وله، جميعكم أخطأوا في الأسئلة. عندنا الجولة الثانية اللي هي سؤال عند رائد الحربي. جاهز؟ جاهز إن شاء الله. السؤال الثاني يقول الباكور نوع من أنواع السمك، التونة، الرخامية، الصدفية. الباكور أتوقع اسمه زي كذا. إذا شكرا. الباكوار نوع من أنواع السمك، التونة. التونة ولا الرخامية أو الصدفية؟ توقع التونة. إجابة نهائية؟ إن شاء الله. استهلوا ربعنا الثاني. ألف ألف مبروك، إجابة صحيحة خاطئة. تعالون فريق عبد الرحمن معوض. سمك. دقيقة دي. إجابتك إيش كانت؟ إجابتي كانت التونة. التونة؟ إيه. طيب ألف مبروك، إجابة صحيحة. معليش. ما شفتوا شيء لهالحين. أنا أحسبك جاوبت على الرخامية. المعذرة، طال عمرك. ما في، المفروض إنها إجابتين صح، بس يلا. طيب السؤال الثاني لعبد الرحمن. أخف عنصر من عناصر الجدول الدوري، الهيدروجين، النيتروجين، الهايلو. بالله عدها لو سمحت. أبشر سعيدك. أخف عنصر من عناصر الجدول الدوري. النيتروجين، الهيدروجين، الهيليوم. الله أكبر. الأوله. الأول النيتروجين، الهيدروجين، الهيليوم. أتوقع اسمه زي كذا. الثاني اللي هو الشيء. عادي قلها عادي. ما نسيتها. النيتروجين، الهيدروجين. نيتروجين. نعم. إجابة نهائية. نهائية. طيب دقيقة، أنت ليش يعني ما جاوب إلا رايد لحد الآن؟ إجابة واحدة بس. إيه. إجابة واحدة. نعم. ألف مبروك، إجابة صحيحة. يستاهلون اللي قدرها. عليه. السؤال الثالث. ولا قطع كلامك قبل ما نبدا فيه. الله يلبيك. تبي تسوون مثلهم ولا ما في اجابه؟ من الحين سو، اعطونا اعطونا حمار. اي بيض الله وجهك. اي لونهم عيني. ابشر بي. طيب اسلم. السؤال الخامس الثالث والاخير لك يا رائد، يقول من هو مؤلف علم النحو؟ ابو الاسود الدولي، ابن خلدون، الخيل بن احمد. السؤال الأخير وأنت محتاجة، ترى ما جاوبت إلا على إجابة واحدة فقط. أبو الأسود الدؤلي.
ابن خلدون. الخيل ابن احمد. ابن خلدون. ابن خلدون اجابه نهائيه. نعم. الف مبروك، اجابه خاطئه مع الاسف. ابو الاسود يعني؟ الاجابه كانت ابو الاسود الدولي. اي الاجابه الصحيحه. ننتقل لعبد الرحمن في السؤال الاخير. عبد الرحمن سلام. السؤال الاخير يقول: ما هي عاصمه كندا؟ اوتاو. عاصمه كندا. ايه اوتاو. اوتاو، تورنتو، فانكوفر. الاول وش هي؟ اوتاو. اوتاو. تونتوتر. كذا توقع ان ما اخطيت. طيب فانكوفر. فانكوفر اجابه نهائيه. نعم نهائيه الثالثه. وعلى الله كل شيء. انا اللي عرفه ان كندا توجد فيها منطقه اسمها كاليفورنيا، مش كاليفورنيا. لكن عاصمه كندا هي اوتاو. مع الاسف الاجابه خاطئه. نقل السؤال لإجابة صحيحة الفريق. أنا بس رايد الحرب. أنا بس أوتركم. أنا بس أوتركم. تروح الإجابة وترجع لكم. طيب جولة الأسئلة انتهت بفوز أو تعادل. 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 رايد مع فريق عبد الرحمن. باقي الأسئلة الشخصية، وأتمنى من الجميع الإجابة عليها. الله ربي وأنت ربي. الأسئلة الشخصية لك الحرية إنك تجاوب عليها. في حال انك جاوبت عليها تدي لفريقك 50 نقطة بما فيهم